النهارده هو ذكرى وفاة الفنان سناء شافع. الفنان سناء شافع هو فنان مصري عظيم، عمل كتير من الأدوار، وهو ابن أيضا محافظة أسيوط، عاشق الفن منذ نعومة أظافره. علشان كده الفنان سناء شافع تحدى كل الصعاب وانتقل مع والده للقاهرة وهو صغير، وتربى في حي الجمالية والحسين لحد ما بقى دكتور في أكاديمية الفنون وأيضا واحد من أبرز نجوم الفن في مصر. خلينا نشوف عدد كبير من محطات الفنان سناء شافع في من خلال هذا التقرير. تمر اليوم ذكرى وفاة الفنان سناء شافع الذي عشق الفن منذ طفولته وتحدى كل الصعاب ليصبح واحداً من أبرز نجوم الفن في مصر. ولد سناء شافع في 25 يناير عام 1943 بقرية موشة في محافظة أسيوط. انتقل وهو صغير مع والده الذي كان أحد علماء الأزهر الشريف إلى القاهرة، حيث تربى في حي الجمالية والحسين، ثم انتقل إلى حدائق القبة. هذه البيئة الدينية أثرت في تربيته وشخصيته. منذ صغره تعلق سناء شافع بالفن، فبدأ مسيرته الفنية بالانضمام إلى فرقة هواة المسرح بشارع عماد الدين، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بداياته في مدرسته الابتدائية بمنطقة الجمالية، حيث اختير لتأدية دور سيدنا عمر بن الخطاب في عرض مسرحي، وهو ما فتح أمامه أبواب الفن في عروض الهواة بشارع عماد الدين. قدم شافع أكثر من 150 عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتلفزيون، ومن أبرز أعماله السينمائية دور رؤوف في فيلم حتى لا يطير الدخان. أهلا يا عبد، صرفت كام؟ 2 كيلو كباب وعيش وسلطات 12 جنيه 33 قرش، وأدي بقية الحساب. خلي الباقي علشان، وبحط الحاجات دي على الصفر. أي أوامر؟ آه، ما تنساش تبقى تطلع تروق بعد ما نخلص. أنت تؤمر يا رؤوف بيه. الراجل ده حرامي. حرامي حرامي، سيبه يسرق زي ما هو عايز، مالكش دعوه بيه. مش بدل ما قرفنا في الطلعه والنازله؟ لم يكن شافع فنانا فقط، بل شغل العديد من المناصب الهامه ايضا. في عام 1972 تم تعيينه بالمسرح القومي، ثم تولى اداره مسرح الطليعه، كما قام بتدريس مادتي التمثيل والاخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحيه، وعين مدرسا باكاديميه الفنون في عام 1977، ثم تولى منصب عميد المعهد العالي للفنون المسرحية من عام 1987 حتى عام 1990. بكرة نتقابل، وأرجو إن كل واحد فيكم ياخد باله من مهمته. مع السلامة. مع السلامة يا سعادة. مع السلامة يا أخويا. أنا تكيفي. صباح الفل. حلو يا إبراهيم. على فين؟ قصدي مروحة بدري ليه؟ كان عندي محاضرة واحدة النهاردة. قلت فرصة أروح ألعب شوية تنس كمان. إلا قولي، أنت مش مشترك تنس؟ لا، أصل ما عنديش وقت. مشغول برضه في الندوات إياه. خسارة. خسارة ليه؟ بتضيع وقتك في الكلام، وفي الآخر إيه النتيجة؟ تحب أوصلك في حتة؟ يا ريت. فين؟ كلية الزراعة، على الإعلانات دي. اتفضل. ربنا يخليك يا رب. ورحل الفنان سناء شافع في عام 2020 عن عمر ناهز 77 عاماً، ليترك وراءه بصمة فنية واضحة وتأثيراً كبيراً في قلوب محبيه.